أربع عقود مضت من إنشاء أكاديمية الفنون سنة 69، وهي أول جامعة لتعليم الفنون اللي ليها طبيعة منفردة في الوطن العربي. وكل الأعوام دي بتعني الكتير بمقياس العطاء والإسهام الحقيقي في البناء الحضاري، ومن المعهد العالي للباليه اللي بيعد أقدم وأعرق معاهد الباليه في الشرق الأوسط هتدور حلقتنا النهاردة من برنامجكم يوم جديد. خليكم معنا. مقاييس معينة بتحدد المعيار الأساسي لاختيار الطلبة داخل المعهد العالي للباليه. هيكون لنا لقاء والحديث عن هذا الأمر مع الأستاذة الدكتور لمياء زايد، وهي عميد المعهد العالي للباليه. أهلا بك. بداية عاوزين نتعرف على المعهد، تاريخه، أهميته بالنسبة لتواجده داخل أكاديمية الفنون. معهد الباليه طبعا من الاماكن العريقه جدا، هو انشئ سنه 1958، وكان من اول النواه الاولانيه لوزاره الثقافه لما حبت تعمل اكاديميه الفنون. كان في ثلاث معاهد انشاوا، اولا كان معهد الباليه ومعهد السينما ومعهد الفنون المسرحيه. طبعا الاكاديميه كاكاديميه دي من اهم، يعني هي تقريبا الوحيده في الشرق الاوسط كاكاديميه فنون بتخرج فنان كامل شامل زي ما بيقولوا. معهد الباليه طبعا ليه طبيعه خاصه، لان احنا بناخد الاطفال من سن صغير من 8 سنين علشان حضرتك تطلعه الراقص، احنا بنتقال عليه بالارينا وباليرون، الباليرون اللي هو الولد والباليرين هي البنت. عشان تطلع راقص دي حاجه شاقه جدا جدا، عشان الناس فاهمه ان الراقصه انها تقف على البوانت دي حاجه سهله، لا دي بتاخد 9 سنين عشان تقف على البوانت وتبقى محترفه. نفس الحكايه بالنسبه للولد، علشان يقدر يبقى راقص وبارتنر، يعني شريك للبنت ويقدر يشيلها ويعمل الباليهات اللي احنا بنشوفها على المسرح دي تدريبات ويعني عنيفه جدا. الناس بتفتكر ان البنت لابسه تيتشو اللي هو فستان الباليه ومبتسمه على المسرح وكده، دي حاجه بتتعمل في يوم وليله، دي بتاخد تدريبات اتليست يوميا على الاقل 9 ساعات عشان تطلع عرض زي كسرت البندق مثلا او روميو وجولييت او بحيره البجع. 9 ساعات يوميا عشان الجمهور يشوفها بهذه الخفه والرشاقه، والولد كان ما فيش مشاكل، لا هم بيبقى عندهم مشاكل كتير جسمانيه، ولكن الجمهور مفروض ما يشوفش ده. وبعدين احنا عندنا الاختبارات شاقة جدا، يعني الاختبارات اللي بيتعرض لها الولد والبنت قبل الدخول بيحتاج اختبارات سمعية بصرية جسمانية على الرجل على الظهر، كل الحاجات دي بيقوم بيها طبعا أساتذتنا الكبار اللي هم ليهم خبرة في هذا المجال، وبتبقى لجان علشان أقدر أوصل. ما أقدرش أخد طفل عادي، لازم يبقى أولا موهوب من حاجة من عند ربنا، نمرة 2 يبقى عايز الفن ده لأنه فن صعب جدا، نمرة 3 اختبارات يعني لياقته البدنية، لأن مش أي حد في الشارع هيقدر يرقص باليه. دكتور، طب بالنسبة للزيارات بقى والاهتمام بالزيارات بين الحين والآخر، يمكن احنا شفنا النهاردة كان في وفد تقريبا تونسي، هل في اهتمام بالزيارات ديت ومدى الاستفادة من مثل هذه الزيارات في الارتقاء بالمستوى التعليمي ومستوى الطلبة داخل الأكاديمية أو المعهد؟ هو حضرتك دكتورة أحلام رئيسة الأكاديمية بتعمل بروتوكولات ما بين الدول، تونس، الأردن، المغرب، لأن يحصل تبادل ما بين الطلبة إن هم يجي يعملوا عروض هنا ويعملوا وركشوب، وإحنا كمان بنروح وبنعمل تبادل ثقافي في تبادل الخبرات. تمام. وحضرتها يعني مشكورة بتعمل بروتوكولات كتير جدا، وإحنا أوريدي عندنا 3 سفريات ما بين دول مختلفة، إحنا بنبعت الطلبة والطلبة بيجوا يعملوا وركشوب مع الطلبة بتوعنا.
كويسه. هل في منح بقى جوائز او منح حاجات يعني زي موتيفيشن كده او حافز للطلبه بين الوقت والتاني علشان يرتقوا بمستواهم هم الذاتي من تلقاء نفسهم؟ واحنا الحافز لراقص الباليه انك تديله دور على المسرح، ده الحافز. هو بالنسبه له ان هو شايف اللي اكبر منه بيرقص مثلا دور البطل في بحيره البجع، فهو الولد من هو صغير عايز يقلد البريمير الكبير. فاحنا بناخد الطلبه من هم صغيرين بيروحوا الاوبرا بيشوفوا الفرقه المحترفه لان هم طالعين من هنا، فبيشوف ان هو بعد ما كان طالب صغير هيرقص، هو ده الهدف. فهو ده الحافز عندنا ان انت تديله دور، تمام؟ هو ده الحافز، مش شهادات قد ما هو عايز يبان على المسرح ويرقص. صحيح، لان هو مش هيفضل في صاله الباليه. صحيح. هو زي لاعب الكوره كده يعني لسه كان بيحضرني فعلا المثل ده، مش هيفضل يتمرن، هو عايز الجمهور يشوفه. فاحنا عندنا الحافز انه يطلع على المسرح. في إطار الحديث عن عملية التطوير داخل المعهد ومدى الاستفادة منها في سير العملية التعليمية على أكمل وجه، هيكون لنا لقاء الآن وكاميرا برنامجنا يوم جديد مع الأستاذ الدكتور عاطف عوض، وهو المسؤول عن عملية التطوير داخل المعهد وأيضا أستاذ التصميم والإخراج. أهلا بك. أهلا بك. أهلا أهلا بك دكتور. بداية حابين نتعرف على مدى أهمية هذا التطوير ونسبيا ونسبته بقى مع التفاعل مع المناهج التعليمية داخل المعهد، ومدى الاستفادة من هذا التطوير في الارتقاء بالمستوى التعليمي في المعهد. بص صديقي، المعهد هو خد مننا سنتين بالضبط عقبال ما قدرنا نطوره. هو كان منشأ من الستينات، وهو يعني في فترة طويلة حصل نوع من التداعي، وبعدين احنا قررنا ان احنا نعيد صياغة المعهد كله والمناهج التعليمية علشان نقدر نطور كل منهج التعليم ونساعده بكل الإمكانيات. فإحنا حولنا أكبر ثلاث صالات عندنا لمسارح، يعني أضفنا للصالة بجانب أن هي للتدريبات أنه هو يتحول إلى مسرح بشبكة إضاءة وصوت، علشان طلبة المعهد العالي والدراسات العليا في قسم التصميم والإخراج بيحتاجوا كل الإمكانيات، علشان لما بيجوا عندهم مادة اسمها مشروع بيقدموا المشروع بالصوت والإضاءة والديكور وكل العناصر العمل الفني التانية، كل أدوات بالضبط. وبالتالي كان احنا عملنا أكبر ثلاث صالات حولناهم لثلاث مسارح بالإمكانيات، وبنينا دور كامل، عملنا فيه صالات جديدة وعملنا فيه مكتبة فيلمية ومكتبة كتب، ويعني كبرنا وطورنا كل الصالات وركبنا في الأرضية. لو حضرتك تشوف دلوقتي الدانس فلور دوت، ده في مواد زمان كنا المعهد كله كان باليه كلاسيك. باليه كلاسيك بيبقى له نوع معين من الـ 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 لا الجزم، يعني بيلبسوا يعني دي البنوتة لابسة بوينت، بيبقى فيه مي بوينت. في بعد كده حصل نوع من التطور، فان احنا ابتدينا ندرس مودرن الرقص الحديث، وده بقى بيترقص والولاد حافين، واخد بال حضرتك؟ فما بقاش ينفع انه الخشب يبقوا بيرقصوا على الخشب على طول، لانه ممكن بالظبط. فاحنا فعملنا كل الارضيات بتاعه المعهد كله دانس فلور علشان ينفع للمواد الثانيه يعني. جميل. وعملنا معمل لغات انجليزي فرنساوي الماني روسي علشان الابحاث الماجستير والدكتوراه، يعني قدرنا كده يعني. وعندنا ان شاء الله في المواد الثقافيه باذن الله، احنا كنا مدرسه عربي، دلوقتي احنا طلبنا من وزاره التربيه والتعليم بان احنا نبقى تجريبي لغات، بانه المدرسه كلها تتحول لمدرسه
لغات. يمكن ده كمان احد جوانب التطوير داخل المعهد. طبعا طبعا ده نوع من يعني بس ده هيبتدي ان شاء الله من السنه الجايه. يعني احنا دلوقتي يعني بنحضر للحكايه دي من اول السنه الجايه ان شاء الله. يا رب مزيد من التوفيق. دكتور، واحنا بنتكلم عن عمليه التطوير دي بنشوف تطوير دائم ومستمر في المناهج التعليميه بين الحين والاخر على المستوى العالمي، يعني في تطور دائم من الناحيه الاكاديميه والعلميه. هل التطوير اللي تم في المعهد من الجوانب البنيان وما شابه، هل ده بيتناسب مع المناهج التعليمية، وهل هيقعد فترة من الزمن كبيرة انه يتناسب معه؟ بالنسبة للمناهج التعليمية، هو كان في مجموعة من الأساتذة كانوا قائمين على التطوير مش من دلوقتي. يعني ده بقالنا تقريبا 10 سنين شغالين، يعني كل شوية ده حتى من أيام ما كنا بندرس كانوا بيزودوا علينا مواد جديدة. يعني أنا فاكر أنه في سنة البكالوريوس بتاعتنا في سنة التخرج، وده 83، يعني من 83 ل85، زاد علينا في آخر سنة 7 مواد مرة واحدة، وإحنا كنا الدفعة المظلومة لأنه إحنا ما كناش واخدينها من أولى. أيوه واخد بال حضرتك. وبعدين هم قالوا ما هيبتدوا، يعني احنا يعني جت عندنا احنا الحكايه دي، لكن احنا كنا قابلين لانه كان نوع من التطوير، وان احنا بناخد مناهج اكتر ومواد اكتر بتخلي الطالب يتاسس كويس جدا جدا جدا، علشان لما ينزل للحقل بقى العملي يبقى يعني محصن بالتعليم والثقافه. هيكون لنا اللقاء دلوقتي والحديث عن تاريخ الأكاديمية بشكل عام وتاريخ أيضا معهد الباليه مع الدكتورة علية عبد الرازق، وهي أستاذ متفرغ وكمان كانت رئيس قسم التصميم والإخراج سابقا بالمعهد العالي للباليه. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني تاريخ كبير وحافل بالإنجازات، عاوزين نتعرف من حضرتك على بداياتك وذكرياتك مع المعهد إلى الآن، وإلى التطوير اللي انت شايفاه في المعهد دلوقتي، ومدى الاستفادة بالنسبة من هذا التطوير في سير العملية التعليمية. لا هو طبعا يعني احنا ابتدينا سنة 58 ابتدينا، كان في سلطين في جنينة الزهرية. تمام. وانتقلنا بعدها تاني سنة قعدنا في معهد السينما في الدور الثاني 3 سنين لغاية ما خلص المبنى بتاعنا الرئيسي اللي هو معهد الباليه، وجينا على معهد الباليه هنا هو. فضلنا طبعا من وقتها من سنة 61 ما كانش في أي تطور ولا أي حاجة، وانشأت فرقة الباليه سنة 66، وكان أول عرض لها في 4 ديسمبر 66 بباليه بخشيسراي أو نافورة بخشيسراي للشاعر بوشكين. دكتور، طيب لو تكلمنا عن التطوير بقى في المناهج التعليمية، هل اختلفت كتير عن السابق؟ وكمان التطوير في العنصر البشري أو الكوادر المتميزة داخل المعهد، شايف ازاي تطوره من عهد سابق لدلوقتي؟ هو في الحقيقة بالنسبة لمدرسة الباليه الرقص الكلاسيكي والرقص الشعبي العالمي والرقص المزدوج مفيش تطوير للمنهج نفسه، هو المنهج الأساسي اللي متبع عالميا. في نفس الوقت طبعا الأول كانوا الخبراء الروس هم اللي كانوا متولين الناحية التعليمية، وإحنا تربينا أو أنا طبعا كدفعة أولى تربينا على النظام الروسي، وغير ان انا كنت في بعثة سنتين
في روسيا وتخرجت من هناك. فأخذنا زي ما بنقول البذرة اللي تعلمناها يعني بالضبط النواة الأساسية. وبالتالي احنا ابتدينا كنا ندرس وكان الروس دايما معانا مولينا. بعد ما الروس مشوا طبعا احنا كنا في موقف حرج جدا ان احنا تولينا المرحلة التعليمية كلها. كان في بعض العناصر ما هماش مؤهلين ان هم يدرسوا، بس كان لازم ان المدرسة تكمل وتمشي والشغل ما يقفش. فكان في شوية تأثير في الناحية دي في المستوى الفني، وانا بقول بصراحة يعني في المستوى الفني. انما احنا دلوقتي في مرحلة جديدة ان احنا بننهض تاني من جديد بالمدرسة وبالأسس التعليمية وبالكادر التعليمي بالنسبة للمدرسة. أنا بتكلم على مدرسة الباليه. بنحاول إن إحنا يعني النظام الجديد إن الأساتذة الكبار بيشرفوا على المدرسين وعلى المعيدين، بحيث إن إحنا يمشوا في نظام تعليمي مظبوط، وإن إحنا نرفع المستوى التعليمي الفني في المدرسة. في إطار الحديث عن مدى الاستفادة من الدراسة داخل المعهد العالي للباليه، هيكون مشرفنا الآن وكاميرا برنامجنا يوم جديد الأستاذ الدكتور بسيوني محمد الهنيدي، وهو أستاذ دكتور بالمعهد العالي للباليه. أهلا بيك فندم. أهلا فندم. شايفين تطوير داخل المعهد العالي للباليه يمكن ملحوظ جدا، أهمية هذا التطوير وأهميته كمان بالنسبة لتطوير الدراسة الأكاديمية داخل المعهد. المعهد من 1960 ما كانش حصل فيه تطوير خالص، وال يعني ابتدت الدكتورة أحلام يونس، كان الدكتورة أحلام رئيس الأكاديمية، ابتدت تنظر ليه نظرة جدية، والدكتورة عاطف عوض طبعا كان المسؤول عن هذه التجديدات، وكان التجديدات فيه على أعلى مستوى. أنا رحت فرنسا ورحت ألمانيا ورحت روسيا، مش موجود في العالم خالص هذا الإمكانيات، هذا المعهد بهذه الإمكانيات بهذه الصفات، غير موجود في العالم في أي حتة في الدنيا خالص يعني. طيب كنت عايز اعرف من حضرتك الدور المنوط بعملك بقى داخل المعهد في عملية تخريج دفعات جديدة متميزة على الساحة الفنية. انا استاذ هنا من سنة 58، بنديك الصحة، ومسؤول عن السير التعليمية العملية التعليمية بالمدرسة، ودلوقتي متخصص انا في الفصول الاولانية اولى وتانية وثالثة فقط لا غير، وفي اساتذه تاني متخصصين في برامج اخرى، وفي انا استاذ برضه في المعهد العالي قسم طرق التدريس، بندرس طرق التدريس للخريجين اللي هيطلعوا مدرسين عندنا في هذا المكان برضه. جميل. على ذكر حضرتك ان حضرتك يعني بداياتك او شغلك كله مع النشء والبدايات التعليميه في هذا الفن، مهم جدا ان احنا نعرف ايه المعايير او المقياس اللي بيحدد المعيار الرئيسي في عمليه اختيار الاطفال او المتدربين داخل المعهد العالي للبلد. لازم صفات طبعا بدنيه، الاول بنكشف عليه نشوف ما فيش اي عيوب بدنيه فيه، العمود الفقري، بيسمع مزيكا ولا لا، يعني عنده توافق سمعي وعلى العضلي، يعني يشوف الاول. وبعدين بمده الدراسه هنا طويله جدا، بيدرس كل يوم 3 ساعات فمده 9 سنين، فبيتخرج راقص كويس قوي. مشاهدينا الكرام، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا من داخل المعهد العالي للباليه باكاديميه الفنون، والحديث عن اهم التطويرات داخل المعهد للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبه والعمليه التعليميه. بنتمنى حلقتنا تكون نالت اعجابكم، دايما على وعد بلقاءات جديده.